شبه أسرع حالات رحيل في الدوري الممتاز. شوف ان شاء الله باذن الله. يعني انا عرضت التقرير ده الحقيقه وانا ضده تماما. ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا قاعده كده ان يعني اي فريق في الدوري الممتاز قيم زي ما انت عايز، اقل حاجه نص موسم، اقل حاجه. ماشي ماشي يا دمرداش، ضد الفكره مش ضد التقرير عشان دمرداش ما يزعلش. يعني اقل حاجه نص موسم، اقل حاجه يعني عشان حتى اقدر اقول ده. انا حتى وانا بكلم هيثم دلوقتي انا كنا غير موفقين، كنا ناجحين، كنا كويسين، كنا وحشين، ما فيش انت ما لحقتش اصلا. يعني في ناس ما لحقتش تتابع ماتش ليك ماتشين ثلاثه اربعه، اشوف طريقه لعبك، اشوف عشان اقيم. فالحقيقه يعني قصه ظالمه جدا، ولكن كل التوفيق ان شاء الله للكابتن ربيع ياسين، لهيثم كل التوفيق ان شاء الله لنادي اسوان مع جهازه الفني الجديد، وان شاء الله باذن الله نتمنى لهم كل التوفيق. المصر